البدايات حلوة، التفاصيل بتاعتها دالة ومهمة جدا. أي إحساس جواك ومؤشر جواك باختلال التوازن، العلاقة دي مش متوازنة، أنا بطارد واللي قدامي بيهرب، أنا مقبل وهو مدبر، أنا حريص عليه وهو أنا مش فارق معاه. أي علاقة فيها اختلال في التوازن سواء زيادة أو نقصان، يعني أنا بهرب وهو بيطاردني، ممكن العكس يعني. التوازن مهم جدا في العلاقات، ده التوازن بيصنع النضج بعد كده، لكن اختلال التوازن يخليني أنتبه. من أهم مؤشرات الانتباه اختلال التوازن في العلاقة. وتفاصيل كتير أخد أستاذ أيمن. أستاذ أيمن صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا، ازاي حضرتك دكتوره نادية؟ اهلا بحضرتك، منورنا. بصي، هو انا اول مره في حياتي تقريبا اشارك مع حضرتك، انا بسمع حضرتك من زمان، يعني من سنه واتنين. يا سلام، ده شرف والله. الله يخليك يا فندم، وطبعا بيعجبني طبعا ارائك وبيعجبني افكارك، يعني ما شاء الله عليك، يعني بصراحه اسعدتني والله جدا. انا مع حضرتك ايمن توفيق من اسيوط. اهلا وسهلا. وحابب ان انا اتكلم في الموضوع بتاع حضرتك دهوت النهارده. اتفضل. بصي، انا من النوعيه اللي انا ما بحبش اخسر حد. اللي هو انا يعني اللي هو انت ما تحتاجش الوش النهارده، ممكن لما اقصد الكلمه تحتاج لعفاه بعدين. تمام. ايوه بس يعني انا ممكن اخد موقف من الشخص اللي هو مثلا يعني بيعاملني مش كويس، تمام، لكن هعامله بنفس المعامله هي للاسف، ان دي تقريبا ممكن يكون معرفش بقى ده عيب ولا ايه بالظبط فيه، لكن انا دي طبيعتي. بتعامل نفس المعامله، انا ما بحبش اقطع الوصل خالص يا دكتوره ناديه. بس بشكرك والله يعني جدا يا استاذ ايمن، يعني تفاصيل كتير لسه هنقولها في حلقتنا النهاردة، أسعدتني جدا جدا. الله يخليك. ويا رب ما تكونش المرة الأخيرة أنك بتشارك معي. أكيد إن شاء الله هكون دايما بإذن. شرفتنا وأسعدتنا جدا. الله شكرا. الله يخليك. شيماء صباح الخير حبيبتي. صباح الفل حبيبة قلبي. صوتك مليون كمان جاب يعزف. الله الله والله، يعني لما بتحرميني اسبوع اسبوعين ثلاثه من السلوجن ده اللي عملتيه لي ده، بشكرك جدا والله. طبعا اسعدتيني. طبعا دايما بنستمتع بيكي جدا. انا كمان وكلنا والله في الاستوديو بنستمتع بمستمعينا جدا، بننتظرك على احر من الجنب. وانا كمان والله حبيبتي جدا، هذا يوم عيد يعني لما بقى ربنا يسعدك يا رب. بالنسبة بقى للعلاقات، في علاقات بتعلم فينا وبنتعلم منها. أنا واحدة من الناس مريت بعلاقات أثرت فيا قوي سلبا، وعلاقات تانية أثرت فيا إيجابا، لكن كل ده إداني خبرة إن أنا ما أدخلش في أي علاقة مع أي حد ألا ما أبقى عارفة أنا ماشية إزاي. لأنه تعبت في حياتي كتير قوي الأيام اللي فاتت، ومريت بظروف صعبة بسبب علاقات خاطئة بأصدقاء انتهت على خير. وبالنسبة للأستاذة خديجة كانت بتتكلم على انه الأسرار، ما انا مريت بالموضوع ده، أسرار اتقالت وحاجات اتقالت برضو كنت حد من أصدقائي، والحمد لله برضو ده علمني برضو ان انا برضو لما ادخل علاقة مع اي حد مش كل حاجة تتقال، لازم برضو الواحد يحط حد برضو، لانه تحسبا، لان دوام الحال من المحال، ممكن في يوم من الايام يحصل بيني وبين الحد اللي انا اللي علاقه بيه، ممكن يحصل بيني وبينه خلاف. صحيح. وبعدين النفس اماره دايما، يعني دايما النفس اماره بالسوء، ومحدش عارف يعني ايه اللي ممكن يحصل اللحظه الجايه. فعشان كده لازم نتأنى في علاقتنا. بس في ناس تانية بقى كان في علاقات بيني وبينهم وكان في عداوه بيني وبينهم، لكن بجد في وقت الشده لما احتجت لهم هم اللي مدوا لي ايديهم وفتحوا لي دراعاتهم، بجد احتضنوني، هم اللي وقفوا جنبي. اهو ده بقى في اصاله بقى هنا، اصل مع ان في حاجه على كرسي الاعتراف يعني بقى. انا حاولت اشوههم واعمل حاجات كده، يعني كان في بيني وبينهم حاجه كده، حاولت اشوههم واقول عنهم كلام مش حلو، ده اعتراف يعني. لكن بجد وقت ما هم لقوني في خطر وحسوا ان انا في خطر، وقفوا جنبي
بجد احتضنوني وانا ربنا ما يحرمنيش من وجودهم في حياتي يا رب. يا سلام عليكي، عشان كده الرسالة هنا ما تتسرعش في تشويه اي حد في حياتك. لا يعني هو كان غصب عني. كنت احييكي والله، كنت مجروحة وكان غصب عني، بس بجد غيروا لي حاجات كتير قوي في حياتي وربنا ما يحرمنيش من وجودهم في حياتي. ده اعتراف على فكرة، مش ضعف من ان انا بعمل حاجة زي دي. ده انت عمرك ما هتعترفي الا انك وصلتي لدرجة من النضج الكافي، انك انتي قلت لهم وحسيتي بيهم وهم برضو ناس جميلة. والأستاذة خديجة بشكرها برضو، لانه برضو كانت برضو من كلامها برضو نقطة مهمة صح، برضو بتبقى حلوة والله ومؤثرة. وانتي كمان والله بشكرك جدا جدا، اسعدتيني والله يا شيماء. شكرا، ربنا يسعدك يا حبيبتي، مع السلامة.